أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر استعادت قوتها وريادتها بفضل إرادة المصريين وتحملهم لصعاب عملية الإصلاح الاقتصادي. كما وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر لرجال القوات المسلحة والشرطة على ما قدموه ويقدمونه من تضحيات لصون كرامة الوطن وحماية مقدراته. وقدم أيضا التحية للمرأة المصرية العظيمة التي كانت دوما في طليعة المسيرة الوطنية عبر محطاتها التاريخية. أتوجه بالشكر لرجال القوات المسلحة على ما قدموه وما يقدمونه من تضحيات لصون كرامة الوطن وحماية مقدراته، كما أتوجه بالتحية لرجال الشرطة المصرية الباسلة على دورهم المحفور بحروف من نور في مواجهة الإرهاب الأسود. أشكر كل عامل بنى لمصر المجد، وكل فلاح زرع لها الأمل، وكل عالم أضاء لها النور. كما أتوجه بتحية خاصة للمرأة المصرية العظيمة التي كانت دوما في طليعة المسيرة الوطنية وفي صدارة التحدي. وفيما يتعلق بالمشروع القومي لتنمية الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هذا المشروع يعد أيقونة الجمهورية الجديدة. الجمهورية المصرية القائمة بثبات ورسوخ على مفهوم الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة التي تمتلك القدرات الشاملة عسكرياً واقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، وتعلي مفهوم المواطنة وقبول الآخر، وتسعى لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية، وتتطلع لتنمية سياسية تحقق حيوية للمجتمع المصري، قائمة على ترسيخ مفاهيم العدالة الاجتماعية والكرامة والإنسانية، كما تسعى لبناء الإنسان المصري بناءً متكاملاً صحياً وعقلياً وثقافياً، إيماناً بأن الإنسان المصري هو كنز هذا الوطن وأيقونة انتصاره ومجده. فمصر القوية الحديثة المدنية الديمقراطية هي التي تليق بالمصريين وتعبر عن إرادتهم وتناسب تطلعاتهم وتمثل تضحياتهم. كما أكد الرئيس السيسي على بدء الجمهورية الجديدة المولودة من رحم ثورة 30 من يونيو العظيمة، عازمين على المضي قدما نحو المزيد من العمل والبناء. كما أكد رئيس الجمهورية على الاستمرار في تحقيق التنمية الاقتصادية والسياسية ودعم المساحات المشتركة بين أبناء هذا الوطن. إنني أجدد معكم العهد وأصدقكم الوعد بأن نبدأ جمهوريتنا الجديدة المولودة من رحم ثورتكم العظيمة في 30 يونيو، عازمين على المضي قدما نحو المزيد من العمل والبناء، ممتلكين القدرة الشاملة، مستمرين في تحقيق التنمية الاقتصادية والسياسية، داعمين المزيد من المساحات المشتركة بين أبناء هذا الوطن، موفرين كافة السبل لشبابنا لتحقيق مستقبل يليق بهم في وطنهم العظيم. كما أنني أود أن أعبر عن عظيم امتناني للشعب المصري العظيم على كل ما بذله من جهود وما قدمه من تضحيات، لنقف اليوم آمنين مطمئنين سعياً للبناء والتطوير والتنمية.